اللي يخلي منه فضولي تعمل بلوك لايتن عام؟ والله انا ما عملت بلوك لايتن، ايتن اللي عامله لي بلوك. كزبره مش عشان معانا، الولد شاطر وعامل دوره حلو. زاهر اصلي من اعز صحابي واحنا عشره عمر، اشتغلنا كتير مع بعض ففاهمين بعض وفي بينا كيمياء من زمان، فاحنا خلاص اصلي احنا قدام بقى، احنا كبرنا اصلي مع بعضينا خلاص. رمضان السنه دي كان صعب عليكي مش بس عشان بتصوري مسلسلين ولكن كمان عشان والدتك ولذلك دخلت المستشفى، طمنينا. هي احسن دلوقتي الحمد لله، لسه قدامها شويه بس اما تتعافى، لان السنه هنرجع مستشفى تاني، عندنا عمليه كبيره هنعملها لان احنا عاملين حاجه اسمها تحويل مسار خارجي، فلازم يتقفل بعدين عشان احنا المرحله بتاعه الكانسر كانت في المرحله الثانيه وشايلين 90% من القولون، فالموضوع كان كبير شويه بالنسبه لي. يعني اكتشفت الموضوع ده من امتى يعني؟ اول مره كان الرياكشن بتاعك ايه لما عرفت؟ لا احنا ما نعرفش والله، هي ماما متعوده كل فتره بتروح ننقل دم، ولكن اكتشفوا ان المره دي في كانسر مرحله تانية، وبعتنا حللنا العينه وكان لازم باسرع ما يمكن انها تتعمل العمليه بسرعه، خصوصا دكاتره كانوا قلقانين جدا لان هي في سنا كبيره قوي، فقعدوا طبعا قلقوني زياده، انا قاعده اقول حضري نفسك لاي حاجه، فكنت نفسيا حقيقي تعبانه في ظروف انا كمان بصور فيها، وانا لوحدي كمان، انا يعني ما كانش معايا حد، فاحساس كان صعب قوي بالنسبه لي. عارفه ان منى صريحه وانا عندي سؤال فضولي وممكن يكون بره المسلسلات، بس ايه اللي يخلي منى فضولي تعمل بلوك لايتن عام؟ والله انا ما عملت بلوك لايتن، ايتن اللي عامله لي بلوك اساسا، مش انا اللي عامله، وما اعرفش هي قالت كده ليه مبدئيا. انا ما عنديش مشاكل معاها وما عنديش اي مشكله معاها، بدليل ان احنا شغالين على فكره في مسلسل واحد مع استاذه هاني رمزي ومعانا استاذه بدون فانا انا كان داخله كنت ابارك لها مره على حاجه لقيتها عامله لي بلوك، ما عنديش فكره. انها ادعت وقالت ان انت اللي عامله؟ لا لا خالص، انا على فكره انا عندي ما هو بيظهر، انا ممكن اوريك التليفون، هي اللي عامله البلوك مش انا. هما جوزوني انا واحمد لو ربنا. طب مش مشكله يعني، يا كويس هي عامه هدى ما بتزعلش مني. اصل احنا من البيت. المشاريع الجديده ان شاء الله عند حضرتك؟ لا انا الفتره الجايه عندي اجازه شويه، وبعدين هنرجع نكمل بدون مقابل مع استاذ هاني رمزي ان شاء الله، وهشوف بقى السيزون الجديد هشتغل فيه ايه. عندي كذا فيلم والله بس مش عارفه راحوا فين، يعني نفسي اشوفهم. طب ايه الفرق في التعامل يعني كشغل ما بين حسن الرداد ومحمد امام؟ انا ما كانش عندي شغل مع حسن الرداد عشان احكم، لكن انا بتفرج على حسن لانه شايفه انه عامل حاجه مختلفه السنه دي عن اي حاجه عاملها، لكن امام انا شغلي كله معاه، فطبعا وامام حاجه مختلفه برضو، كل فنان وليه، ده زعيم. طب اخر سؤال، يعني مؤخرا بنلاقي يعني اليوتيوبرز والمطربين المهرجانات بيدخلوا للتمثيل، هل شايف ان ده مثلا بيؤدي الى يعني ضعف يعني فرص الناس اللي هي بتجتهد وبتدرس مثلا وياخدوا ربع فرصه، يعني حتى مستنيين ربع فرصه، هل ده يعني بيضيع حقهم يعني؟ بص انا اقول لك على حاجه بخصوص الموضوع ده عشان انا اصلا متضايقه منه. انا مش هقول لك ان كل البلوجرز وحشين، في منهم ناس تستحق وفي منهم ناس ما تستحقش، بس تعالى لطلاب الجامعه مثلا او طلاب المعهد، في ناس محتاجه انها تاخد فرصه، ده طبيعي جدا، ده طبيعي من حقهم، انت النهارده بتدفع فلوس عشان تدرس عشان تشتغل عشان في الاخر هتقعد في البيت، وتلاقي حد مثلا النهارده طالع عمل اعلان او تيك توك او وات ايفر يعني اللي بيتعمل فتاخدوه كذا، فدي حاجه بتتعب نفسيا. صح. اول تحس ان مجهودك كله راح. ايوه لانه انت النهارده بتتعب قوي، فانا بالنسبه لي انا ما بمتلكش ان انا اعمل خطوه زي دي، مع اني انا بشوف ناس مثلا يقولوا لي دي فلانه الفلانيه عامله، اقول لهم مين دي؟ يقولوا لي دي بلوجر كبيره قوي، اقول لهم دي ما بتعرفش تتكلم يا جماعه، مين دي؟ والله ده حقيقي والله. ف يعني دي حاجه تضايق، غير لما انت تلاقي واحد، يعني انا فعلا مش كزبره مش عشان معانا، الولد شاطر عامل دوره حلو، يعني مش هتلاقي مثلا حد عامله طبيعي بجد جدا، فلكن النهارده هاتي مثلا واحده بنت إليت هتيجي تعمل دور واحده شعبيه، نو واي مش هينفع، زي ما بتجيبوا مثلا واحده لبنانيه تعمل واحده دور واحده شعبيه في حاره، ما ينفعش يا جماعه، فده بيبقى ميس كاستنج، مش احنا المسؤولين عنه بقى.